تبلغ المساحة الإجمالية للأغوار الفلسطينية ما يقارب 1.5 مليون دونم، يعيش فيها أكثر من 58,000 فلسطيني، أي نحو 2% تقريباً من تعداد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتخضع حوالي 93% من المساحة الإجمالية للأغوار الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية والتي تعرف بمناطق جيم، بينما تسيطر السلطة الفلسطينية على حوالي 3.5% فقط من مساحتها والمعروفة بمناطق ألف. أما الجزء المتبقي فيخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وهو ما يطلق عليه اسم مناطق باء. ونتيجة لذلك يعاني سكان هذه المناطق من ظروف معيشية سيئة نتيجة ما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة الأراضي الزراعية والسيطرة على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين منها وسياسة هدم المنازل، إضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية والجدار الفاصل الذي عزل آلاف السكان عن أراضيهم الزراعية، هذا إلى جانب نقص العديد من الخدمات الرئيسية كالكهرباء والمياه وتردي الأوضاع الاقتصادية التي دفعت آلاف السكان إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة. لعل هذا المشهد وحده كافٍ لأن يحصي حجم المشكلة أو لينقل الصورة الكارثية هناك. أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً تركوا مقاعد الدراسة واختاروا بدلاً من ذلك العمل في مزارع المستوطنات الإسرائيلية بشكل يومي من الساعة 5 صباحاً وحتى 2 ظهراً لإعالة أسرهم التي تعاني من تردٍ في الأوضاع المعيشية، ما يضطرهم للقبول بأجور زهيدة لا تزيد عن 50 شيكلاً في اليوم. نكون من النوم على 4:30، منها نبلش منها على 6:30، نحل على 1:30. 5 سنين اللي بشتغل، طلعت من الصف الثاني ضطرت اشتغل هنا عشان ابوي بيقدرش يشتغل، من ما اشتغلتش حدا بيصرف علي الا انا. بطلت من المدرسة لان ابوي انطبش وزيد اشتغلتها. من رجعت ما حدا بيشتغل في الدور بس انا الكبير. بس شو طبيعة الشغل اللي بتسويه هون؟ شو بتعمل لما تيجي؟ عطر لي بكس بحمل هنا خلص. عند الآباء ولا عند الأهل، وبالتالي تلاقي الأب مضطر إنه هذا الولد اللي صار عمره 18 سنة يروح يشتغل مشان يجيب دخل مشان يعين أبوه يعين إخواته يعين. فالظروف صعبة زي ما حكينا. ويعاني العمال الفلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية بشكل عام والأطفال بشكل خاص من ظروف عمل سيئة بسبب عدم تطبيق شروط وقوانين العمل الإسرائيلية عليهم وعدم وجود أي وثائق تحميهم وتثبت حقوقهم في حال تعرضهم لأي مكروه. عمال المستوطنات الزراعية وضعهم مأساوي جداً لأنه بيشتغلوا بدون أي أوراق ثبوتية. علاقتهم المباشرة للأسف مع السمسار أو المعلم أو الوسيط الفلسطيني، العامل ما بيعرف مشغله ولا بشوفه، ولا المشغل الإسرائيلي معني أو كلك إنه يعرف مين هم العمال، بيعرف بالعدد كم يوم الصبح بيجي كم عامل، ولكن اللي بيدير هاي العملية اللي بنظمها هو الوسيط الفلسطيني اللي هو ابن القرى المنتشرة في الأغوار الفلسطينية. ولأن النسبة الأكبر من الأطفال العاملين في مستوطنات غور الأردن الزراعية يأتون من مناطق بعيدة في الضفة الغربية وبخاصة من محافظة نابلس التي تشكل 61% من عمالة الأطفال في المستوطنات الزراعية، فإن الكثير منهم يضطر للإقامة في القرى المجاورة القريبة لأماكن عملهم من خلال التنسيق مع السماسرة أو الوسطاء الفلسطينيين.
نشتغل عند اليهود، بنجيب عمال على الشياته في الساعة 6:30 الصبح، والساعة 1:30 الظهر بخلص شغل بنروحهم على الدار. الأطفال ما بيحاولوا يتساعدوا معنا على أساس إنه يوضحوا إنه بيشتغلوا تحت سن القانوني، كذلك المشغلين الفلسطينيين اللي هم بياخذوا المسؤولية عن المشغل الإسرائيلي وبيحموا المشغل الإسرائيلي بعملهم، ما في رقابة سواء ده من اتجاه السلطة الفلسطينية ومن اتجاه إسرائيل. هكذا يبدو المكان الذي يقيم فيه هؤلاء الأطفال في قرية العوجة، مخازن صغيرة مليئة بالرطوبة لا تصلح أبداً للحياة الآدمية، يتكدس في كل واحد منها 15 أو 20 طفلاً، ولا تعلم عنها أي جهة رسمية أو حكومية رغم تواجدها في مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. الوضع مش مليح هون، بس انغصوا عنا شان نشتغل شان نعيش، ندورش بعشش. احنا هون حوالي 15 واحد بالغرفة، نقعد حوالي شهر نقضب ونروح ونرد نرجع. اسمع منك بان هناك اماكن للتخزين يوجد بها ثلاثة، لا اعلم عنها، احضري لي العنوان وسنذهب الى هناك، واذا وجدنا هذا الحكي موجود سيتم التوجه الى الشرطة والنيابة العامة. وبعد مقابلتنا للسيد أمجد جابر مدير مديرية العمل في أريحة، قامت طواقم المديرية بزيارة الأطفال المقيمين في المخازن في قرية العوجة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وقد تتفاقم في أي لحظة، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً من قبل وزارة العمل والجهات المختصة للتعامل مع قضية عمالة الأطفال في المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن ضرورة قيام المجالس المحلية والبلديات بمتابعة هذه القضية وإيصالها إلى الجهات الرسمية حتى لا تبقى أعمار وأجساد هؤلاء الأطفال مستباحة وسط جشع السماسرة وعنصرية المشغل الإسرائيلي.